اليوم القانون بيقول في محقق عدلي، وبيقول انه القضاة بيتحاكموا بمحكمة التمييز القضائية، والرؤساء والوزراء بيتحاكموا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب. في ثلاث محاكم كل محكمة إلى اختصاص. لما بيجي النواب بيقولوا هول النواب الوزراء اختصاص محاكمتهم هو عند المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. شو الإشكال؟ قال لا لازم يروح عند المحقق العدلي. طيب ما المحقق العدلي بعت لمجلس النواب، قام استفسر منه مجلس النواب اعطينا شوية تفاصيل إضافية لحتى تقنعنا انه نبعثهم لعندك. قال انا ما عندي شيء اعطيكم اياه. طيب المقدمات اللي قدمها ما اقتنعوا فيها، اخذوا قرار انه يتهموهم. هلا الجلسة بدها تنعمل للاتهام.